في أربيل بالتحديد لينضم إلينا من العاصمة عاصمة إقليم كردستان مصطفى سلمان. مصطفى أهلا بك، حدثني عن عموم الوضع الميداني في محافظة أربيل، تفضل. يعني محمد مرحبا بك بداية، الحياة كما ترى تسير بشكل طبيعي جدا. نعم. ولا عرقلة في سير أي يعني مفصل من مفاصل الحياة في أربيل. في جديد كورونا يعني آخر الإحصاءات التي صدرت عن وزارة الصحة في إقليم كردستان هو تسجيل 2307 إصابات في عموم محافظات إقليم كردستان، هناك 47 حالة وفاة في أيضا في عموم المحافظات. أنا أتحدث عن أرقام تشمل عموم محافظات إقليم كردستان، هناك 1016 حالة اكتسبت درجة الشفاء التام من فيروس كورونا، وهناك أيضا 1244 مصاب يتلقى العلاج الآن في مستشفيات إقليم كردستان. لا شك أن هذا العدد كبير بالنسبة للمستشفيات المخصصة داخل إقليم كردستان التي خصصتها وزارة الصحة في الإقليم. هناك 303 حالات شفاء في أربيل تحديدا من مجمل حالات الشفاء. محمد، غرفة العمليات المتمثلة بالسيد المحافظ ومديرية الشرطة والأسايش وأيضا قائم مقامية أربيل تقوم بحملات مفاجئة لمراقبة المحال التجارية في أربيل. يوم أمس قامت بحملة مفاجئة وأغلقت عشرات المحال التجارية التي خالفت تعليمات الصحة في إقليم كردستان. يعني غرفة العمليات تقوم بشكل مستمر بمراقبة الأسواق ليلا وصباحا، أيضا مراقبة المارة الذين لا يمتلكون يعني أدوات الوقاية الكمامات والكفوف. هناك حملة أيضا لتوزيع الكمامات والكفوف نعم في الأسواق التجارية في أربيل. نعم محمد. مصطفى، يعني أيضا أود من خلالك أن أعرف الإجراءات التي يعني بالإضافة إلى الحملات المفاجئة للمحلات وغيرها، يعني ميدانيا كيف هو الوضع من قبل المواطن؟ هل هناك التزام فعلا من قبل مواطني أربيل؟ هل هناك تعاون مع الجهات المختصة؟ هل هناك حملات عشوائية لأخذ المساحات من المواطنين في مناطق مختلفة؟ يعني نود أيضا أن نعرف بالضبط ماذا يحدث في أربيل من هذه الناحية. محمد، يعني لا يمكن القول أن يعني أن السكان التزموا بنسبة كبيرة جدا بالإجراءات الوقائية بنسبة 100%. هناك بالتأكيد مخالفات كثيرة تراقبها وزارة الصحة واللجان المنتشرة في الأسواق، لكن بشكل عام هناك التزام في الدوائر الحكومية. يعني هذا ما رأيته يعني أنا شخصيا، هناك التزام بنسبة كبيرة في الأسواق المحال التجارية، خاصة المراكز المغلقة التي تمتلك بوابة واحدة أو أكثر. هناك داخل يعني في المداخل هناك شخص يقوم بتوزيع الكمامات والكفوف لكل المتسوقين المتبضعين الداخلين إلى الأسواق التجارية. لكن على مستوى السوق المركزي سوق القلعة هناك مخالفات بالتأكيد تتعلق ب يعني أصحاب السيارات النقل الأجرة، وهناك مخالفات ب يعني المتبضعين داخل الأسواق. لكن كما ذكرت أن كل الإجراءات المتمثلة هي إجراءات إما توزيع الكمامات والكفوف وإما إجراءات قانونية تتخذ بحق المخالفين، قد تكون غلق المحل التجاري أو يعني غرامة تفرض على الشخص الذي لا يلتزم بالتعليمات الصحية. مصطفى سلمان، شكرا جزيلا لك، كنت معي مباشرة من أربيل.